السلام عليكم، شلون سادهم؟ الو، بشمهندس ادهم، بشمهندس رنيم. الو، السلام عليكم. يا دكتور زهرة، كيف الحمد اسمعك؟ لله، اخبارك ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. بصوا بشمهندس رنيم، ازي حضرتك؟ ده مثال على الميتافيرس، ان احنا ممكن نعمل ميتنج، تمام، ونقدر ان احنا نتكلم مع بعض، ونقدر ان احنا مثلا نعمل غرف. يعني بص، كل واحده من دول عباره عن غرفه مغلقه، تمام. جينا هنا، يبقى لما بندخل كده يبقى انا مثلا مهندس ادهم قاعدين في غرفه مغلقه، بقيه الناس مش سامعانا، تمام. يعني لو احنا في مثلا ديت الترابيزه دي قعدنا فيها، يبقى احنا بس الثلاثه سامعين بعض. مهندسه رنين من خلال الاسهم ممكن تيجي معانا في القاعه اللي احنا قاعدين فيها ديت. هي كده مش سامعانا. طيب مش مهندسة رنيم، لو حضرتك سامعانا دلوقتي خش في قلب المكان اللي احنا هندخله دلوقتي. حاولي تدخلي على اساس محدش يبقى سامعنا غير احنا بس، نجرب تجربة كده. التجربة دي عبارة عن ايه؟ ان احنا هنستخدم الميتافيرس. ده الميتافيرس، في حاجات تانية ميتافيرس بتبقى احسن من كده و3 دي وكل حاجة، لكن هتشترط ان احنا يكون عندنا اجهزة خاصة زي النظارة بتاعت الميتا او ابل او كده. فاحنا عشان كده مختارين البرنامج دوت، لان هو مش مشترط علينا ان احنا نعمل حاجة خاصة، تمام. طيب انا هعمل تجربة دلوقتي، سامعني؟ طيب انا هعمل شير سكرين وهنشوف هتظهر معاكم ولا لأ. تمام، خليني اعمل اهوت. ده كده كأن انا هشرح المحاضرة، فهنتكلم مثلا عن الذكاء الاصطناعي، تمام. ظهر معاكم؟ ظهر. ايوه، فكده ممكن تبقى المحاضرة من خلال حاجة زي كده، تمام. وفي كذا موقع ممكن يعني نعمل الخدمه ديت، ان احنا بنقدر ندخل من خلال الميتافيرس، ويكون الجو يكون الطف من زوم او من البرامج التانية، تمام. فهتلاقوا الموضوع سهل وبسيط. الميزه ان احنا ممكن نتخيل نفسنا مثلا في كذا قاعه، وبنقعد مع بعض، وكل واحد يعمل شير، وممكن حتى حد يعمل قهوة لنفسه لو عايز يشرب قهوة. خلينا نقفل السكرين عشان نرجع للشير اللي احنا كنا فيها، تمام. المفروض ان في كذا غرفة مش غرفة واحدة. انا هحاول اشوف كده الغرفة ديت اهو كده، احنا رحنا غرفة تانية خالص غير اللي احنا كنا فيها، وبرضه نفس الفكرة، لما ندخل احنا الاتنين محدش يبقى سامع غير احنا بس. طيب خلينا تمام. الغرف دي ممكن ان احنا نعملها كقاعة محاضرات، بحيث كأن احنا قاعدين في قاعة محاضرات، ماشي. فهتبقى حاجة ظريفة، يعني ممكن نعمل نفس قاعة المحاضرات اللي في الجامعة، او ممكن نعمل حتى مكان. خلونا نرجع المكان اللي احنا كنا فيه، على اساس لو حد جه نكون احنا مستنينه بدل ما يتوه مننا. تمام، فهي ان شاء الله يعني نبدأ نجرب حاجات تانية تكون 3D، او يكون فيها شوية جرافيكس. لكن دي مناسبة ان احنا مثلا غرفة اجتماعات، وممكن مثلا بعد فترة مثلا نقول ايه، والله احنا هنقسم نفسنا لجروب، كل ثلاثة في جروب، فكل ثلاثة يبقوا قاعدين ومحدش سامعهم، بيتناقشوا مثلا في حاجة، بيتفقوا على حاجة، وهكذا. طيب انا جاي اعدي، بس انتوا واقفين، ف تقريبا انا ما عملتش غرفة هنا، انا عملت بس يمين وشمال.
يبقى احنا كده يعتبر اول ناس في الجامعة عملوا القصة ديت. طب ايه بقى الغرفة دي؟ بيقول لي خش دوس اكس عشان تتفاعل. لو انت عايز سبورت، تمام، يعني في اختصارات لو انت عايز ايه حاجة معينة. انا بس حبيت ان انا اجرب الصوت قبل ما اعمل شير، تمام. في شوية اختصارات بس لسه بقى بنجربهم، في ان احنا نحط ايموشن. انا مثلا كان انا مثلا بقول اوكي او بقول 100%، تمام. طيب لو انا عايز ارسم، في سيتنج، في كذا، في شير. طيب في حد جرب اي حاجة من الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها، سواء بيم، ذكاء اصطناعي، اي حاجة؟ شلون سادهم؟ لسه ما جربتش، بس انا اصلا بستخدم AI يعني ماشي، ما احنا عايزينك بقى تجرب وتبعت الحاجة بقى عشان نحفز بعض ان شاء الله. خلاص بإذن الله انا هرفع لكم الفيديو ده بحيث الناس تشوف فكرة الميتافيرس، لانها تبقى جميلة لما الجامعات بتطبق الميتافيرس. تمام، حلو. اصلا حضرتك لما بتبعد عني كمان يعني مش بسمعك، يعني مش بس لما ندخل لايف زوم. يعني مسافة معينة كأن القاعة حقيقية يعني. تمام، هو على فكرة الفيسبوك عاملة حاجة ادفانسد عن كده شوية، وكبيرة وممتازة وكل حاجة، لكن محتاجة تكون معاك النظارة بتاعة الفي ار. فطبعا مش كل الناس عندها الفي ار، فعشان كده ما جربناش، قلنا نجرب حاجة ما تكونش محتاجة جهاز مخصوص يعني. فخير ان شاء الله. شكرا يا باشمهندس، جزاكم الله كل خير. الله يكرمك. شمس نعم.